تحدثنا عن كيف اهتديت بفضل الحمد لله. الله يهدي من يشاء. نعم الحمد لله. أولا يعني ما كنت أدري أو أعرف إسلام، لكن الوقت الذي يعني كنت في الثانوي، يعني ثانوي سيكولا هاي سكول، يعني درست مع يعني بعض المسلمين، لكن ما كان يعني ما يدعونني في الدين. سبحان الله، ما يدعونني في الدين. إذن هذا عندنا لابد أن ننبه أهل الإسلام عليه، أنهم لابد يعرفوا بالإسلام. لا يعرفون، لا يعرفون الإسلام، لا يعرفون بالإسلام. هم يعني يسكنون في المدائن وفي بيوتهم، لا يوجد يعني الذين يعني يخرجون ليعرف الإسلام، بدون أن يخرج في المدرسة الآن مسلم مع غير مسلم، لا يتكلم يوما من الأيام مع زميلي هذا عن الإسلام، لا يتكلم. وبعضهم سبحان الله، بعضهم يعني يرؤوننا كأننا يعني كفار، والكافر ناجس، والناجس لا تتقرب، لا تتقرب معه. صحيح نحن لا نقترب من المشركين، طيب، لكن يا أخي الدعوة إلى الله، أيوة، تعلم وتقول يا أخي الإسلام كذا وكذا وكذا، وأنا أريد لك الخير بأن تدخل في الإسلام. صحيح أنا لا أختلط بك، لا أصنع معك، لأن الإسلام يقول كذا وكذا وكذا، تبين له حتى لا يفكر أشياء يعني سبحان الله، سبحان الله، غريبة عنك. قليلا من الناس يفعلون هكذا، قليلا من المسلمين يفعلون هكذا. درست 4 سنوات في مومباسا. مومباسا يعني قلب الإسلام في كينيا، أكثر عدد للمسلمين في كينيا في مومباسا، في مومباسا. نعم. لكن درست في هذا المدرسة 4 سنوات، لا يوجد الذي يدعوني في الإسلام، لا يوجد أبدا أبدا. نعم أبدا. والغالبية في المدرسة هم أهل الإسلام، بعض في الغالب، مومباسا في الغالب يعني المسلمين، مسلمين. نعم. أكثر يعني من 80% فقط في مومباسا، لكن في كينيا كاملة عدد المسلمين كم؟ في كينيا كامل والله كم في المئة تقريبا؟ في المئة يعني 20 إلى 30%. 20 إلى 30%. أيوة. وعدد السكان في كينيا قرابة 50 مليون. كل الناس 50 مليون. 50 مليون. نعم 50 مليون. أيوة. نعم. طيب ماذا حصل في المدرسة؟ أنا؟ نعم. كيف يعني؟ يعني أولا نعم وجدت بعض الناس يعني يناقشون يعني المسيحيين يوم من الأيام في مومباسا، يعني بعدما انتهيت يعني دراسة، انتهيت من الدراسة دراسة. نعم. سنة يعني 1997. نعم 1797. أيوة. نعم. 1997. المهم انتهيت، نعم. انتهيت الدراسة. طيب. وكنت أنتظر يعني إن كان في إمكانية أن أذهب إلى 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 الجامعة، وكنت في ناكورو، عاصمة آخر. نعم. في كيسومو، مدينة أخرى غير مدينة أخرى. أيوة. نعم نعم في ناكورو، وسمعت قليلا من المسلم هذا رجل. نعم. ولي كان يضحك جدا كثيرا. نعم. لكن يعني يحب أن كن مسلم، كن مسلم. سبحان الله. أنت كافر، أنت كافر، ستدخل في النار، أنت كافر، كن مسلم. هذا النصح، المسلم لابد يكون ناصح. نعم نعم. حتى لو بهذه الطريقة يعني. الحمد لله. يسمى رمضان نصر نور صحيبي حتى الآن، الحمد لله. ما شاء الله. لكن ما غيرت الدين هنا. نعم. وجدت الفرصة إلى المدرسة، إلى الجامعة. إلى الجامعة. إلى الجامعة. يعني سنة يعني مقبل. نعم. وذهبت إلى الجامعة. درست في فلسطين. في فلسطين. في فلسطين. فلسطين. نعم. تعرف يونيفرسيتي تل أبيب. تل أبيب. أيوة. أي نعم. درست هنا. الدولة الصهيونية. أي الصهيونية. نعم. ذهبت هناك وأنا مسيحي. نعم. وهؤلاء المسيحيين يعني يحبون أي شيء يعني يوجد إسرائيلي فيه. سبحان الله. عارف؟ نعم. يعني يحبون إسرائيلي، إسرائيلي جميل ما شاء الله، أبناء الله وهكذا. نعم. إذن حينئذ كنت أحب أن أجد الفرصة أن أدرس هناك.
نعم والحمد لله وجدت الفرصة. ها وجدت الفرصة. أيوة ودرست هناك 5 سنوات منذ 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 يعني 2002 نعم. إذا بعد يعني بعد ما انتهيت يعني جامعة نعم والله شفت شيئا رأيت شيئا في فلسطين نعم يعني قربني أيوة إلى الإسلام. الحمد لله نعم. قربني إلى الإسلام. ما هو والله فلسطين يعني أهل فلسطين أهل فلسطين كانوا يعني الدولة الإسرائيلية الدولة الصهيونية صهيونية نعم أحسن. الدولة الصهيونية أيوة كان يظلمون نعم يفعلون الظلم عليهم نعم والله ما كنت أحب هذا سبحان الله ورأيتهم والله كل يوم هم يعني في تات الله المستعان في تات يعني الناس يعني يظلمون نعم وما كنت أحب هذا وأقربني إلى الإسلام نعم وكنت يعني كل وقت يعني أحب أن أكون مع المسلمين ما شاء الله والحمد لله الله أراد بك خير الحمد لله والحمد لله بعضهم يعني كانوا مسلمين الحمد لله في الجامعة نعم والحمد لله بعضهم يعني دعونني في الإسلام ما شاء الله في فلسطين هذا أهل فلسطين أيوة نعم دعونني في الإسلام ها نعم ما شاء الله لكن كنت مع يعني مسيحي وكيف أغير يعني من المسيحي إلى الإسلام هذا شيء صعب نعم لكن الحمد لله القلب يلين أيوة نعم. القلب بقي مع الفلسطينيون مع أهل فلسطين تمام يعني المسلمون نعم لأن منهم يوجد المسيحيون فلسطينيون نعم. يوجد يعني الدروز يوجد يعني دروز الفرقة نعم. نعم دروز نعم. وزرعسن يوجد لكن إذا جاءوا هؤلاء السلطة السلطة الصهيونية أيوة. نعم يعني يضربون كل الناس نعم الله المستعان المسلمون المسيحيون الدروزيون كلهم نعم إذا انتهيت الدراسة ورجعت في بلدي في كينيا نعم رجعت يعني بعد 2002 اي بعد 2002 نعم جيت 2003 نعم 2003 2003 نعم هلو فتكم صعبة انا بعدما جيت الحمد لله ليست يعني صعبة نعم ليست صعبة ايوه بعدما جيت كان بعد يعني عمي واحد من يعني عمي جامع عمي يعني عمي أخو الأب يعني العم هو الأخ الأب أيوة جامع أعمام أعمام كان أعمام أيوة بعض الأعمام يعني هم يعني الكبراء نعم. دين المسيح في كينيا يعني واحد منهم نعم رئيس اللوثرن الله المستعان الكنيسة لوثرن نعم في كينيا هو الرئيس هذا من أعمامك عمي والبقية أيضا لهم شأن بقية أيضا لهم شأن أيوة. واحد منهم يعني كبير في الكنيسة أدفنتيستا SDA يعني هؤلاء من أمريكا و SDA شديد جدا الله المستعان في المسلمين الله المستعان هو باستا قسيس نعم ويوجد آخر كذلك كان شديد يعني كبير في بيفا تشيرش يعني هؤلاء نعم وقالوا لي إن شاء الله إن شاء الله يعني في أنت تقول الآن لا هم الآن نعم يقول الآن يعني تريد العمل في كينيا نعم درست الحمد لله وتخرجت والآن يعني أنت أصبحت يعني نعم شيخ كبير يعني في تعلم في التعلم نعم أصبحت نعم إذن لا تستطيع أن تجد العمل سبحان الله في مع الحكومة لأن هنا يعني يوجد تعرف من تعلم من في هذا الشركة أو تلك الشركة من تعلم أو تعرف إن كنت لا تعرف أحد ما عندك يعني العمل ما عندك عمل ليس لك ديك معارف أيوة واسطات أيوة يسموها عندك هكذا نعم هكذا إذن قالوا لي الآن نريد أن يعني نعطيك فرصة إلى الجامعة نعم أن
أن تتعلم يعني الأهوال المسيحية. أحوال المسيحية. أهوال يعني قسيسية. يريد هيئوك. أي هكذا. أن تكون قسيسا. أن أكون قسيس. نعم. وفكرت في ورأيت شيئا جميل. نعم. أعوذ بالله. شيطان سول لك. الله المستعان.